المطلوب فورا من كافة المؤسسات المختصة كل في مجاله إلى سرعة التحرك الجاد والمسؤول والضغط على المؤسسات الدولية لكي تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية وتتحرك نحو إنقاذ الأسرى المرضى من خطر الموت الحقيقي وكذلك حماية الأسرى الآخرين من خطر الإصابة بالإعاقة والأمراض. وأمام تلك الجرائم الإنسانية المطلوب منا جميعا كفلسطينيين أولا توحيد الجهد الوطني وعلى المستويات كافة الرسمية والشعبية وكذلك توحيد الحركة الوطنية الأسيرة والعمل على التنسيق الدائم والمستمر في كافة الخطوات داخل السجون حتى تعود مرة أخرى حالة الاشتباك مع المحتل بصف وموقف وطني موحد داخل وخارج السجون وفي كل المحطات الوطنية.